الاسبوع الماضي وتم الاتفاق على عدة قرارات منها مطالبة مجلس النقابة نقيب الأعضاء. انت سلالتي خونة ثواني بس اللي عشان بس مجلس النقابة نقيب الأعضاء بفتح باب النقابة الرئيسي حيث أنه هو صوت نقابة المحامين. اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات ليس لها مطالب فئوية ولا مطالب خاصة بأعضاء اللجنة، ولكن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات لجنة منبثقة من جموع محامي الحريات العاملين بالشأن العام. المحامين النهاردة وهم بيمارسوا أبسط حقوق الدفاع بيتعرضوا لانتهاكات شديدة جدا وانتهاكات خارقة للدستور والقانون. كل المحامين اللي تم القبض عليهم كانوا بيمارسوا عملهم. زميل زي سيد البنا اتقبض عليه من المحكمة يوم جمعة وهو بيمارس مهنته، لم يمكن من الحضور مع المؤكلين الخاصين بيه وتم القبض عليه. الأستاذ مالك عدلي تم القبض عليه من المعادي وتم تجريده بملابسه باسم المعادي وتم انتهاك جسده وأرضه وتم التعيين مع الفجر والنيابة باسم تنسوا على الخيمة. كل الزملاء المقبوض عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية الوقفة ديت لتشكيل اللجان، وهنبتدي ان شاء الله نشتغل بشكل رسمي، وهيبتدي لينا كمحامين مستقلين في نقابة المحامين بعيد عن النقيب وبعيد عن المجلس، هيبتدي لينا مواقف ان شاء الله رسمية وهنبتدي تصعيد اعتبار. هل ترى ان النظام الحالي بيهاجم المحامين تحديدا؟ هل في هجمة من النظام تجاه نقابة المحامين تحديدا ولا تجاه كل النقابات؟ ضد كل من يعبر عن رأيه له هجمة من النظام شرسة. النهاردة وقفتنا كلها كانت تحت شعار كفاية قمع. ما نعيش فيه الآن هو قمع الأجهزة المستبدة، الأجهزة التي تربت على الفساد، الأجهزة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة. من بعد 25 يناير لم نسمع عن أي هيكلة في أي وزارة سيادية من الوزارات الموجودة. النهاردة حقوق الدفاع تداس تحت القدم أعضاء النيابة وضباط الأمن الوطني، وأي شاب النهاردة بيعبر عن رأيه حتى على صفحته الشخصية بيتم التعرض ليه وانتهاكه وانتهاك حقوقه وحريته، وبيتم تصدير محضر تحريات والقبض عليه وضبطه وإحضار من بيوتهم عشان بس عبروا عن رأيهم. رفضنا رفضا تاما بيان تصريح السيد نقيب المحامين اللي قال فيه اي محامي يشتغل في السياسه هيتحمل مسؤوليه نفسه. احنا بنقول له رفضنا هذا البيان الاسبوع اللي فات، وبنؤكد ان نقابه المحامين من الواجب عليها على الوقوف وراء اي محامي يتم القبض عليه، لان احنا بنمثل كفاله حق الدفاع ما بنمثلش انفسنا. ان شاء الله هيبقى لنا اجتماعات وهيبقى لنا تصعيدات رسميه.